والله بصي، يعني في جمله معروفه قوي، وبعدين كل الاهلاويه كتبوها وكل الزملكاويه كتبوها: الزمالك بمن حضر. الزمالك ايه؟ بمن حضر، واخد بالك؟ طبعا الغيابات بتاعت الزمالك مؤثره شويه، لان لعيبه مهمين قوي، انما الاهلي عنده غيابات برضه قد تكون اقل تاثيرا. ده ما بيفرقش الماتش ده بالذات، ماتش ليه حسابات مختلفه خالص يا دي خالص، ودائما ما ياتي بمفاجآت، وممكن تبقى الفرقه الاقل قوه هي اللي تكسب الماتش ده، وممكن الفرقه اللي تلعب كويس تخسر في الماتش ده. يعني كل حاجه وارده. لكن لما سمعت الخبر بتاع الاصابات، اصل في ناس قالت يعني اتشائمنا، كنا عندنا يعني توقع معين واتشائمنا، اتخذنا كده في قلقنا من بعد من الناحيتين على فكره، بس بما انه حضرتك مشجع زملكاوي وانه ناس كتير بتشوف ان اصابات الزمالك اكثر تاثيرا، فهل حضرتك يعني قلقت قعدت تحسبها؟ طب مين مكان اوباما؟ طب مين مكان عبد الله جمعه؟ عملت كده؟ طب كويس، انت عارف اهو. ايوه، احنا ما وراناش حاجه غير الموضوع ده بقى لنا فتره. بس انت اهلاويه قديمه ولا زملكاويه؟ انا اهلاويه. اوبا، لا خالص، فيش اي حاجه ولا قطه ولا اي حاجه، انا اهلاويه وبشجع الاهلي زي ما حضرتك زملكاوي بتشجع الزمالك، بس ان شاء الله حبايب بعد الماتش، بس بعد ما الاهلي يكسب ان شاء اوكي. الله. احنا الاثنين زمهلاويه، واخد بالك؟ ما انا عملت فيلم اسمه الزمهلاويه، مظبوط. برضه ايوه بيعمل التعصب، وبيورد التعصب بيودي لفين، ده بيعمل كوارث يعني. ايوه كمان البلد، لا البلد يعني ايه، البلد في حاله تعبونه ودعم وكده وبتاع، فلابد ان احنا ندعمها برضه احنا كمصريين، ونخاف عليها مش عايزين ونحبها. كراهية أستاذ صلاح، مش عايزين لا كراهية، لا لا، يعني الحقيقة اللي بنشوفه على خلي بالك، الإنترنت كله بيت، كراهية بس، كره بس، يعني كله بيت عدينا يا مرحلة فندم. التشجيع والانتماء حتى حاسة، حتى حاسة إن إحنا عدينا مرحلة التعصب، بقى في كراهية فظيعة على يعني الإنترنت، يعني ماتش صحيح ومباراة مهمة وكل حاجة، بس في النهاية ماتش ولا ما إيه؟ هي دي، في لجان بتدخل يا دينا، في لجان الكترونيه بتدخل بتغذي وتعلي الحكايه، صدقيني يعني.